الحقني يا حسام، غدا ماتت يا حسام، غدا ماتت يا حسام. ماتت يعني؟ الدكتور بيقول إن في شبهة جنائية، لكن مش هنقدر نتأكد إلا بعد التشريح. غدا اتقتلت يا حسين. لا السم ورا الكنبة. إيه رأيك في الكلام ده أحسن بيه؟ معرفش يا فندم. تفتكر مين ممكن يكون له مصلحة في قتلها؟ ما عنديش إجابة سيادتك. استنى بقى، عندي. هي مفيش غيرها. ما تنطق. انت اقول ايه؟ تقول ان النصابه بتاعتك اللي انت هربتها هي اللي عملت في اختي كده. ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ ما هربتهاش سيادتك. لا هربتها. انا غدا بتقول لي كل حاجه، هربتها وهربت منك. ما حصلش يا فندم. مسكينه طبعا اعصابها بايظه فبتقول اي كلام. كذاب يا حسام. تعرف كويس قوي ان الحيوانه دي هي اللي عملت في اختي كده. بس طبعا لازم تداري عليهم. امال ايه؟ تحمل في ابنك؟ تخرفي بتقولي ايه يا هند؟ ما حصلش يا فندم. انا كنت جاي اتعشى مع غاده عادي. كان زماني مت معاها لو كنت كلت معاها. وبعدين شوف حضرتك موبايلي اهو. كلمتني هي وكانت بتقولي ان النور قطع. وبعدين قفلت ولا تكلمني تاني وما اتكلمتش. ايوه صح يا باشا، ايوه صح. النور كان مقطوع يا باشا. مدام غاده الله يرحمها ندقت عليا، وانا اما طلعت لقيت البوكس العمومي بتاع الكهرباء السكينه بتاعته مفصوله. السكينة المفصولة دي بره الشقة؟ أيوة باشا، العلبة هناك أهي، وأنا صلحتها بنفسي. ده كمان يا باشا كان نور السلم ومدخل العمارة مقطوعين، وبقيت العمارة كلها فيها نور. هو إيه يا فندم؟ في حضرتك بتبص لي كده ليه؟ أكن أنا اللي قتلتها. حضرتك كنت عندي في المكتب وكانت غدا موجودة. إهدى يا حسام بيه. إحنا لسه بنقول يا هادي. لسه في تقرير طبي هيثبت إنها ماتت مسمومة. الموضوع مش محتاج تقرير. نفس موتة عمر. فرغتوا الكاميرات اللي بره؟ ايوه يا فندم. شوف حضرتك كده. بنسبة كبيرة هي اللي لابسة نقاب دي. ولا أنت يا حسام بيه عندك رأي تاني؟ لا يا فندم، هي. أنا لو أعرف مكانها بلغ أنا، زي ما عملت المرة اللي فاتت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. اتأخرت ليه؟